حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم. فصائل الجيش السوري الحر في ريف حمص الشمالي ترفض الشروط الروسية المتعلقة بالريف الشمالي حتى هذه اللحظة على الأقل، وتعلن جاهزيتها للتصدي لأي هجوم من النظام والروس على الريف الحمصي. كيف سيكون مصير الريف الشمالي لحمص، وما مدى جاهزية الفصائل هناك، وماذا أعلن أو لماذا أعلن النظام إتمام الاتفاق باستسلام الفصائل؟ رفضت الفصائل المعارضة بريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي بنود الاتفاق المطروحة من قبل الجانب الروسي، مطالبة المجتمع الدولي وتركيا بالتدخل ولعب دورها كضامن لاتفاقية خفض التصعيد ومنع حدوث المزيد من المجازر والتهجير القسري، فيما أصرت روسيا على القبول بشروطها أو تطبيقها للخيار العسكري. نتابع معا هذا التقرير ثم نعود لنفتح النقاش. بعد انتهاء الجلسة التي جمعت هيئة التفاوض على الريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي مع الوفد الروسي، أعلنت فصائل المعارضة رفضها للبنود التي طرحها الجانب الروسي. بنود الاتفاق المطروحة تتضمن دخول شرطة روسية وشرطة من قبل النظام وتسليم الثوار للسلاح الثقيل وتهجير من لا يود التسوية مع النظام نحو الشمال، بالإضافة لتسليم 120 جثة لعناصر من قوات النظام قتلوا بمعركة عقرب، والكشف عن مصير 200 آخرين، فيما يبقى ملف المعتقلين قيد الدراسة برعاية أممية. الفيلق الرابع في الجيش السوري الحر أصدر بيانا رفض فيه بنود الاتفاق بسبب وضع شروط مهينة وغير منطقية تخلو من أي ضمانات لمستقبل المدنيين، وطالب الفيلق المجتمع الدولي وتركيا بأن تلعب دورها باعتبارها ضامنا لاتفاقية خفض التصعيد ومنع قوات النظام وروسيا من ارتكاب المزيد من المجازر والتهجير القسري. الكتائب المقاتلة في منطقة الحولة وهيئة تحرير الشام رفضت كذلك البنود المفروضة من الجانب الروسي، معلنة حالة الجاهزية للقتال ليخرج الأهالي بعدها بمظاهرات في بلدة الغنطو ومنطقة الحولة والرستن رفضا للتهجير القسري والشروط المفروضة. الخارجية التركية أعلنت عن قيام وزيرها بإجراء اتصالات مع روسيا حول ملف ريف حمص، وذلك بعد مطالبة المجلس الأعلى لتركمان المنطقة الوسطى لأنقرة بالتدخل السريع لوقف الاعتداء عليهم ومنع تهجيرهم من بلداتهم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأناضول. الجانب الروسي أصر على شروطه مهددا ببدئه إلى جانب قوات النظام حملة عسكرية تستهدف كامل المنطقة على غرار الحملات التي واجهتها الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق. وبين فرض روسيا خيار الاستسلام والتهجير أو الهجوم العسكري ورفض الفصائل لهذا الخيار، يبقى مصير ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي مجهولا حتى هذه اللحظة بانتظار تدخل دولي أو تنازل من أحد طرفي التفاوض. وينضم إلينا للنقاش من ريف حمص الشمالي مراسلنا أحمد الشمالي وأيضا أبو البراء الحمصي عضو تجمع ثوار سوريا، سيكون أيضا معنا من الريف الشمالي لمدينة حمص. أبدأ معك أبو البراء، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ انتهى الاجتماع، ما الذي رشح عنه؟ كيف كان شكله؟ نعم أخي عمار، أهلا بك. طبعا منذ ربع ساعة تقريبا انتهى الاجتماع الذي جمع لجنة المفاوضات في الريف الشمالي لمدينة حمص مع الجانب الروسي عند معبر بلدة الدار الكبيرة. بالنسبة للمفاوضين كان وفد ممثل عن العسكريين ووفد ممثل عن المدنيين في الاجتماع.
حسب المعطيات بأنه تم التوقيع على اتفاق بين اللجنة والجانب الروسي، على الأغلب حسب ما فهمناه بأن هنالك دفعات للخروج، أو سيكون هناك دفعات خروج إلى الشمال السوري ممن لا يودون أو لا يريدون أو لا يقبلون بهذا الاتفاق. وبعد قليل سيكون هنالك بنود الاتفاق ستصدر عن لجنة المفاوضات. تم إفادنا بهذا الأمر بأنه بعد قليل، يعني بعد ساعة تقريبا، ستقوم لجنة المفاوضات بإصدار بيان رسمي عما حصل في الاجتماع والاتفاق الذي جرى. طيب، أرجو أن تبقى معي بالانتقال إلى مراسلنا أحمد. أحمد، هل لديك معلومات رشحت عن هذا الاجتماع؟ يعني السيد أبو براء يقول هنالك تهجير على دفعات، ما المعلومات التي لديك إن كان لديك معلومات أوفى؟ حقيقة عمار، لا معلومات إضافية عن ما ذكره ضيفك أبو البراء. ننتظر بيان هي الهيئة المدنية والهيئة العسكرية الموصلة لريف حمص الشمالي لمعرفة مصير المنطقة حقيقة. طيب، بالعودة إليك أبو البراء، يعني تتحدث حضرتك تقول يعني لا يمكن أن نتحدث عن شيء يعني 100% حتى يتم صدور بيان من قبل هيئة المفاوضات، ولكن النظام، وسائل إعلام النظام منذ البارحة مساء ومنذ الصباح يعني على مدار الساعة تتحدث عن هذا الاتفاق، وتتحدث أن الفصائل رضخت لهذا الاتفاق، تتحدث عن بنود منها تسليم الخرائط والأنفاق وكل ما يتعلق بالريف الشمالي، الخروج من الريف، تسليم الريف بالكامل لقوات النظام، فتح الطريق الدولي. يعني ألا يوجد لديك معلومات حول هذا الأمر؟ نعم، طبعا أخي عمار، بالنسبة لموضوع أولا فتح الطريق الدولي، هذا أمر مصيري أو أمر محتوم، سيكون هنالك فتح للطريق الدولي الذي يربط بين مدينتي تلبيسة والرستن والمسيطر عليه من قبل فصائل المعارضة. أما بالنسبة لباقي البنود، بالتأكيد أن قوات النظام، هذا الأمر الذي تم النقاش عليه مطولا، بأن قوات نظام لا تدخل إلى الريف الشمالي لمدينة حمص، من يدخل هو الضامن الروسي والشرطة العسكرية الروسية لحماية المدنيين، وهذا ما تم الاتفاق عليه، بأن الضامن الروسي أو الشرطة العسكرية الروسية تضمن بأن لا يدخل النظام وقوات النظام والأفرع الأمنية تحديدا إلى الريف الشمالي لحمص، وتحديدا لمن يودون تسوية وضعهم والبقاء في الريف الشمالي لحمص. طيب، هذا نعم، هذا تقصد أنت عن البلدات وداخل البلدات، ولكن ماذا عن الطريق الأستراد الدولي؟ يعني النظام، تلفزيون النظام يصر، وسائل إعلام النظام تصر على أن هذا الطريق سيكون تحت حماية جيش النظام. أبو البراء، طيب، قطع الاتصال مع أبو البراء، نعود إلى مراسلنا أحمد. أحمد، نفس السؤال أحيله إليك، يعني الطريق العام أو الطريق الدولي الأستراد الدولي، هل سيكون تحت سيطرة أو تحت حماية جيش النظام أم تحت حماية الجيش الروسي؟ لا أبدا، الطريق الدولي سيكون تحت سيطرة الشرطة العسكرية، هذا ما تم أي الاتفاق شرطة عليه. عسكرية؟ الشرطة العسكرية الروسية تحديدا سيكون الطريق تحت سيطرتها، يعني ستضع مفارز على طول الطريق لحمايته. اتفاق المفاوضات جرت خلال يعني يومين ماضيين. في الاتفاق الأول كان من المفترض أن يحمي جيش التوحيد الطريق، لكن الروس لغوا الاجتماع، عادوا وغيروا أعضاء التفاوض، ثم كان هناك طرح جديد أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية وهي من سيحمي الطريق. طيب، يبدو أن أبو البراء عاد إلينا من جديد. أبو البراء، هل يعني البارحة كان يتم الحديث عن نسف الاتفاق السابق وتدخل ربما أو وساطة تركية لتحسين شروط التفاوض، هل تم هذا الأمر؟ نعم أخي، طبعا بالنسبة لهذا الأمر والتدخل التركي لم يتم في أبو البراء، يبدو أننا فقدنا الاتصال مجددا مع أبو البراء. أحيل السؤال مرة أخرى لمراسلنا، يعني هل كان هنالك أي وجود للدور التركي في هذا الاتفاق أم لم يكن هنالك أي تأثير تركي ربما؟
بحسب وسائل الإعلام التركية كان هناك تدخل تركي، كان هناك حد تم الحديث عن اتصال جرى بين تشاوش أوغلو ولافروف، على إثره تم تغيير الوفد المفاوض، ولكن يعني الأهالي تفاجؤوا يعني رغم بعد هذا الحديث. هو طبعا لم يكن هناك بيان يعني رسمي من هيئة التفاوض بهذا الموضوع، هي يعني ما رشح إلينا. الأهالي يعني تفاجؤوا بأن سقف المطالب انخفض، بدل يعني دون أن يرتفع سقف المطالب، شكل صدمة حقيقية للأهالي، علما أن الأتراك هم يعني من ضمن الموقعين على مناطق خفض التصعيد، ومن ضمنها ريف حمص الشمالي. يعني كانت صدمة بالنسبة لأهالي ريف حمص بهذا الموضوع. سقف مطالب أهالي الريف الشمالي انخفض بدل أن يرتفع. طيب برأيك الأهالي يعني كانوا يخرجون بمظاهرات ترفض الإملاءات الروسية، لماذا وقعت الفصائل إذن على الاتفاق؟ نعم، مثل ما ذكرت أغلب الأهالي لا يريدون التهجير من أرضهم، ترك أرزاقهم. مظاهرات عامة الريف مساء في الحولي في الرستان غنط والدالك بيري كلها طالبت الفصائل ولجنة التفاوض برفض مطالب الروس وفتح الجبهات. الأهالي يعتبرون الشروط حقيقة مذلة بحقهم بشكل يعني جائر، وخصوصا أن التهجير ليس سهلا. عدد كبير من الأهالي يتحفظ على شرط الروس وهو الخدمة العسكرية، أن تكون خدمة عسكرية للشباب بعد 6 أشهر، من يريد أن يسوي وضعه عليه أن يخدم. نعرف أن ريف حمص الشمالي خزان بشري كبير، يعني عدد المنشقين فيه أيضا كبير. الضمانات الروسية لا تقنع الأهالي، كيف أن يكون هو الضامن نفسه، القاتل هو نفسه الضامن؟ يعني هذا الأمر رفضه الأهالي. كيف تم التوقيع؟ لماذا تم التوقيع؟ على ماذا تم التوقيع؟ يعني كلها معطيات ننتظرها من البيان الذي سيصدر من لجنة التفاوض بعد قليل. طيب أحمد الشمالي مراسلنا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا طبعا من الريف الشمالي، وسوف نذهب إلى فاصل قصير، بعدها سيعود إلينا أبو البراء الحمصي إن تمكنا من ذلك، وسيكون معنا الدكتور أسامة ملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية من اسطنبول. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. حضارة عمرها آلاف السنين، ما في بلد بالعالم شافت ثقافات وحضارات وأديان قدها، كل تاريخها كان تعايش وحب وسلام، وما رح نسمح لنقطة سودة إنه تغيرنا. نحن أكبر من هيك. نحن سوريا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ثنايا الخبر، نتحدث عن اتفاق ريف حمص الشمالي. قبل أن نخرج على الهواء مباشرة بربع ساعة فقط تم التوقيع بين فصائل الجيش الحر العاملة في الريف الشمالي لحمص وبين النظام والروس من جهة أخرى. بنود الاتفاق إلى الآن يعني ليس هنالك شيء رسمي عن بنود الاتفاق، ولكن يبدو أن هنالك تهجير للريف الحمصي على غرار المناطق السابقة وعلى غرار القلمون تحديدا، حسب ما تحدث لنا أبو البراء الحمصي عضو تجمع ثوار سوريا من ريف حمص الشمالي. طبعا بانتظار بيان رسمي عن لجنة المفاوضات، سيصدر هذا البيان بعد ساعة تقريبا. على كل أحوال ينضم إلينا الآن الدكتور أسامة ملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية من اسطنبول عبر الهاتف. أهلا بك دكتور أسامة. دكتور أسامة، يعني تم التوقيع على بنود الاتفاق، والبارحة كان هنالك وحتى اليوم صباحا كان هنالك خروج لمظاهرات في الريف الحمصي ترفض التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر يعني إملاءات
من قبل الروس والنظام وتهجير للريف الحمصي، لماذا وقعت الفصائل على هذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجب علينا أن نشرح أمام المشاهد الكريم أمر خطير للغاية. هناك في المناطق المحررة في ريف حمص الشمالي هناك أتباع للنظام اندسوا منذ بداية الثورة وجاملوا الثوار وتماشوا مع كل الأحداث التي حصلت، الأحداث الثورية والعسكرية، ولكنهم ليس فقط خلايا نائمة، هذه المرة الرابعة التي يتحركون فيها. أنا أتكلم عن هؤلاء لأنهم هم أس البلاء وهم الذين حركوا الشارع بما أسميه بثورة مضادة عدة مرات، واستخدموا بعض المساجد أيضا، وكنت هناك أنا لعدة مرات لمتابعة هؤلاء وملاحقة جهود هؤلاء لإبطال جهودهم. هذا الأمر موجود في الريف الشمالي، وربما الريف الشمالي من أكثر المناطق التي أوجعت النظام، وأنا أقول أن في هذا الريف هناك خزان من الأبطال حقيقة، في تلبيسة وما حولها وفي الرستة وفي كل مكان هناك أبطال بتسليح، يعني إذا قرناه بباقي المناطق يكون أقل وأقل نوعا وكما، ومع ذلك صمدوا صمود الأبطال. والروس أول ما بدأوا بمحاولاتهم لكسر شوكة الثورة السورية عسكريا بدأوا بريف حمص الشمالي ولم يبدأوا في مكان آخر، بدأوا هناك وفشلوا هناك. والأمر يعني فيه تفاصيل كثيرة، ولكنني أقول أن هناك من يعني وأصبحوا شبه معلنين من هم أتباع للنظام وعملاء للنظام وضفادع يتحركون، ومنهم طيب. بعض المشايخ أيضا. حلو، خلينا نكون واضحين دكتور أسامة، يعني كما يقال الفاس وقع بالرأس، يعني لم يعد هنالك مجال، يعني خلينا نكون واضحين، هل هنالك قيادات تقصد من هؤلاء الذين هم تابعون للنظام ومشايخ وغيرهم، وحتى هم ربما موجودون ضمن هيئة التفاوض؟ يعني أولا أنا تكلمت بوضوح حتى أتسلسل معك بطريقة سريعة جي. هذا الكلام ضمن المدنيين، ضمن الموجودين في كل المدن كمدنيين من البداية كانوا يشتغلون، وهناك بعض المشايخ نعم. وقضية الفصائل، الفصائل وقادة الفصائل تحت ضغط جهات خارجية وتحت ضغط أيضا هؤلاء، وهناك الشارع الثوري أيضا له طبعا وجوده وله هو الأكثرية، ولكن الروس اشتغلوا على أمرين يعني كلاهما مر. أولا من يريد أن يبقى بدون أن تكون هناك حملة تدميرية مريعة كما حصل في الغوطة وفي حلب، يعني حملة غير مسبوقة تدمر حتى ما تحت الأرض، هذا الأمر روسيا تضع هذا الخيار أمام قادة الفصائل ليوافقوا على الحل الثاني الذي هو أن يبقوا في مناطقهم ليصبحوا أشبه ب يعني ميليشيات تابعة بشكل أو بآخر للنظام أو للنظام عبر الروس، ويمسكوا بأمن المنطقة ويفتحون الأوتوستراد وتتم عودة النظام الفاشي إلى هذه المناطق المحررة النظيفة الطاهرة، يعود النظام الفاشي بهذه الطريقة، وهذه الطريقة مخزية للغاية، تجعل من المقاتل يعني بشكل واضح أنه يتبع لمنظومة معادية، يتبع للروس أو عبر الروس ويتبع للنظام في النهاية. هذا أمر خطير، حاولنا هناك، نحن لا نحلل فقط، حاولنا من داخل ريف حمص الشمالي أن نفعل شيء باتجاه الصمود، باتجاه الصمود أمام هذه الحملة العسكرية الروسية الإيرانية البشرية المريعة بموافقة غربية طبعا. لذلك هم أمام حلين، قلت لك إما أن يبقوا في المنطقة ولا يغادرون ويصبحوا أتباع بشكل أو بآخر للروس ثم للنظام، أو أن يكون هناك حملة تدمير كما حصل في حلب، في دارية، في وادي بردة، في الغوطة الشرقية، ثم بعد ذلك تهجير الباصات الخضر. هذين خيارين واضحين للغاية، ولكن لن يوافق أحد على قضية الجلوس مع الروس وإمضاء شروط نهايتها عودة النظام إلى المناطق المحررة. ومن يعني خدع بهذا الأمر وأنه هذا أفضل
من يعني تدمير ما تبقى من بلدات وقتل للمدنيين ووقف نزف الدم. كل هذه المسوغات لن ترحم من يعني أقول كلام واضح، لن ترحم من يسجل تاريخ الثورة، لن يرحم هؤلاء. طيب. وسيقول أن عودة النظام هي أبشع وأسوأ سيناريو ممكن أن يحدث. طيب دكتور أسامة، يعني هنالك من يقول أيضا بالمقابل مثال دوما والغوطة كان حاضرا، لنقل دوما تحديدا، ما الذي حصل في دوما؟ تأخرت ثم في النهاية تهجرت، وكان يعني ثمن التأخير أرواح المزيد من المدنيين والمجتمع الدولي يتفرج. إذن أليس من الحكمة ربما خروج الأهالي من ريف حمص الشمالي مقابل هذه القوة العسكرية الروسية وحقن لدماء الأهالي؟ قضية حقن دماء الشعب ودماء الأهالي هي قضية مطروحة منذ أول يوم اشتغل عليها النظام. بدأ بالقتل والاغتصاب والاعتقال، هو كانت الحجة والذريعة. أنه يجب علينا أن نتوقف، أن نوقف هذه الثورة، لأن الأرواح في خطر ولحقن الدماء إلى ما هنالك. فإذا لماذا طالبت بالحرية أمام كل أراضي العالم، أمام حلف رذيل كله يضع بشار الأسد، يعني عنوان يضع بشار الأسد واجهة ويصر على أن يبقي بشار الأسد، يعني يستعرضون يضربون مواقع خالية وهم لا يتكلمون عن زوال بشار المجرم. فإذا أنت أمام يعني أمر واضح للغاية، هذا حلف الرذيلة كله اجتمع في سوريا. فقضية أنه والله الذريعة أنه نحقن دماء، لماذا خرجنا نطالب بالحرية؟ لماذا خرجنا أمام هذا النظام؟ ولماذا لم ننتظر حافظ 17 ليأتينا لنكون عبيد؟ لن نكون عبيد. ومن يعني استشهد في هذه الثورة لا يضيع حقه وراءه مطالب. والله لا يأتي أن يوم قريب وليس بعيد بإذن الله نأخذ حق كل شهيد وكل مظلوم وكل سجين وكل من يعني أذل من قبل هذه الطغمة. طيب. من قبل أشرار العالم. طيب برأيك دكتور، يعني أليس لافتا أن النظام بالفترة الأخيرة خلال أسابيع قليلة يعني تمكن من السيطرة على طوق دمشق، الغوطة، وأيضا الأحياء الجنوبية منذ أيام، اليوم يعني هيئة تحرير الشام تطبق الاتفاق بينها وبين النظام، أيضا في القلمون، واليوم في ريف حمص الشمالي، لماذا هذا التقدم السريع للنظام والسيطرة على كل هذه المناطق؟ ما السبب من وراء ذلك؟ يعني هناك حقيقة حرج في الإجابة الكاملة على هذا السؤال، ولكن أنا أقول لك من المؤكد أن الأسباب تتعلق بدول إقليمية فرضت على قادة الفصائل أن يغادروا أو ضغطت عليهم بهذا الاتجاه، وهناك أيضا عدم كفاءة لقادة الفصائل، وهناك أيضا الخرق الأمني، الضفادع الذين ظهروا والذين لم يظهروا، الضفادع الصغيرة التي اشتغلت في المياه الضحلة كثيرة جدا. فالخرق، وأنا أرتب لك الأسباب، وإرادات دول إقليمية تمام مع الحملة العسكرية غير مسبوقة في التاريخ على الإطلاق بالقصف الذي تعرفونه وتغطونه مع استخدام الكيميائي المتكرر، وبعد 50 استخدام تتحرك أمريكا بضربة خلبية هكذا كما تعرفون. إذن تفرج للعالم، ويجب علينا أن نقول أن أهل السنة والجماعة في سوريا هم المستهدفون من قبل كل أشرار العالم. ذكرها أوباما، ذكر هذا الأمر بوضوح وقال علينا أن نتحالف مع إيران، لأن الحرب ما اسمه ضد الإرهاب له جانب عقدي. انظر، فقال نتحالف مع إيران، إذن يقصد السنة. أما لافروف وبوتين ذكروا أهل السنة في سوريا مرارا وقالوا لن نسمح أن يكون لهم شوكة، لذلك أهل السنة مستهدفون في سوريا. يعني لو سمحت لي أريد أن أنوه أنه يعني أنت تعلم ذلك، يعني عندما خرجت الثورة نادت بالحق والمساواة لكافة أبناء الشعب السوري، لم تكن يعني ثورة أي أيديولوجيا بعينها أو أي طائفة بعينها. والبارحة أنت لاحظت على وسائل التواصل الاجتماعي هنالك يعني احتفالات وشعارات طائفية وشتم لطائفة معينة وشتم للمسلمين ربما بشعارات طائفية، نحن
ننأى بأنفسنا عن هكذا تصرفات يعني وهكذا مستوى. ولكن السؤال هنا بعد كل هذه الصورة التي اكتملت ربما الآن أمام كل من يتابع القضية السورية، ماذا بقي للثورة السورية إذن برأيك؟ يعني أنت تكلمت عن أمر في تفاصيل كثيرة، ولكن أقول لك أولا أهل السنة هم الأمة، هم الأمة الإسلامية، ومن خرج عن هذا أمر تاريخي ومعاصر، ومن خرج عنهم هم الطوائف المذاهب. ولذلك لأننا الأمة اسمح لي قليلا، لأننا الأمة لا نربي أبناءنا على الحقد تجاه أي مكون آخر، وهذا الأمر هو الذي جعل من سوريا واحل التعايش. أما باقي الطوائف أغلبهم كانوا يعني يحرصون على أن يحقنوا الحقد منذ الطفولة ضد أهل السنة، أي ضد المسلمين، هذا أمر. ولذلك المظلومية كانت وعدم وجود الحرية كان يطال السنة ولا يطال غيرهم. فلذلك عندما خرجوا وخرجوا ببراءة وخرجوا وطالبوا فعلا بالحرية للشعب السوري، لأنهم هم مادة الشعب السوري، والشعب السوري لن يتوحد إلا بوجود شوكة قوية لأهل السنة. أهل السنة هم الذين وحدوا العراق، والعراق تفتت عندما زالت شوكتهم، وأهل السنة هم وحدوا سوريا، وأهل السنة هم الذين هم أمل البشرية لأن أن يكون هناك فعلا سلم مجتمعي وسلم عالمي. هذا أمر طويل يحتاج تفاصيل، ولكن ذكرت لك الخلاصة. أما ماذا بقي للثورة السورية، يكفينا أنه من ثار ضد الرذيلة بكل العالم. واكتب الآن على صفحة فارغة، اكتب هل يوجد أحد من أراذل العالم لم يأتي إلينا إلى سوريا ليحاربنا؟ إذن نحن نحارب كل أراذل العالم، كل شرور العالم. حلس الرذيلة يجتمع في سوريا ونحن ما زلنا صامدين أمامك 7 سنوات وهذه الثامنة، ولم نرفع الراية، لن نرفع الراية، سنستمر. وكل يوم، وأنا أقول لك على الهواء مباشرة، كل يوم نجتمع مع الكرام الشرفاء الأحرار بكل الوسائل لنرى الطريق الذي يجب أن نسلكه لنستمر في مواجهة أراذل العالم، وكلنا نعي أننا نحارب حلف الرذيلة العالمي. هكذا بالمطلق. شكرا، انتهى الوقت، يعني الوقت لم يعد يسمح لنا أبدا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أسامة ملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. وأشكر ضيوفي أبو البراء الحمصي، عضو تجمع ثوار سوريا، وأشكر أيضا أحمد الشمالي مراسلنا كان معنا من ريف حمص الشمالي. مشاهدينا دمتم بخير وإلى اللقاء.